أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروعات التوسع الزراعي تقوم على أنظمة الزراعة والري الحديث. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات الدلتا الجديدة. لو شفتوا محطات الرفع اللي بتتعمل، احنا بنتكلم في 30 محطة، واحد في الشمال 15 و15 في الجنوب يا دكتور مصطفى. وحد يصلح لي لو أنا بقول رقم مش دقيق يعني، لكن كل محطة منهم عمل هندسي محترم بهدراته، بالطرمبات اللي هتتحط فيه، بالشغل اللي عشان اجمع مصرف، عكس اتجاه الانحدار الطبيعي، والم الميه دي كلها اللي كانت بتلقى في الحاله ديت في المكس مش كده؟ واروح واخدها عامل لها معالجه. هي بالمناسبه هي كانت اتعالجت قبل كده وتم تدويرها قبل كده حتى، لكن احنا قلنا هندورها تاني ونعالجها معالجه ثلاثيه متطوره تاني عشان نعمل ده. كل عمل هندسي واحد في محطه من محطات الرفع ديت بتشيل عشان تنقل ميه 7.5 مليون متر في اليوم. دي محطات عملاقه كبيره جدا.